احناالقدس.com في أخبار العالم اليوم: تراقب حذر يسود أجواء المصالحة الفلسطينية بعد استلام مصر رد حماس على ورقتها الأخيرة لإنهاء الانقسام. إسرائيل تعلن حالة الاستنفار القصوى في أعقاب أحداث الأقصى. نجل الملك فهد يخوض حربا قانونية ضد زوجة أبيه السرية المفلسة الساعية للحصول على تعويضات بقيمة 12 مليون جنيه استرليني. مؤسسة الأهرام المصرية تعلن مقاطعتها للإسرائيليين بسبب عدم فوز فاروق حسني بمنصب الأمين العام لليونسكو. مدينة الخليل تستعد لدخول موسوعة جينيس بأكبر ثوب فلسطيني. للتفاصيل زوروا موقعنا www.القدس.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.